السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض القلقاس بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا. طيب في شركه الفيديو على السريع سبسكرايب للقناه. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه، لكل الصعايده اللي بيتفرجوا علينا وما بيحبوش القلقاس، جربوا القلقاس بس بالطريقه دي، هتبقوا مدمنين بجد، تحفه جدا. لايك وشير كده الفيديو على السريع، سبسكرايب للقناه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض كده هنعمله ازاي. عندي او اول خطوه عندي بعملها ان انا باخد القلقاسيه معايا كده وابدا ان انا ايه انضفها. زي ما بتشوف كده بتكون جايب الشكل ده، هنيجي بقى احنا ايه ونقشرها معانا بالشكل والطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بس طبعا بيكون مسكر جدا جدا وطعمه حلو خالص. طبعا يا جماعه عندنا هنا في اسكندريه القلقاس يعني من الدنيا تمطر على طول قلقاس وبلح، وطبعا الكرنب والكرنبيت والكلام ده، بس يعني القلقاس اهم حاجه تاكليه والسبانخ طبعا. بس القلقاس من الحاجات اللي مليانه فوائد جامده جدا. هكمل انا بقى تقشير كده واخلص واوريهولكم. ماشي بقى يا جماعه، بعد ما قشرته بدات ان انا ايه يعني انا قشرت الثانيه وقطعتها هي كمان، شطفته بس كده من بره وانشفه كويس جدا. وبعد كده هروح عامله ايه بقى، لازم ايدك تكون ناشفه، منديل معلش، لازم ايدك تكون ناشفه وكمان القلقاس نفسه يكون ناشف. بسم الله الرحمن الرحيم، وهمسك كده اهو وهعمل ايه، هاخدها بقى كده بسم الله زي ما انت شايفه اهي. بصوا بقى دي تقطعتها طويله شويه اهي كده عشان ما يتهرش من هنا على النار وكده. بصي بقى التقطيعه عامله ازاي اهي، ده لو انت هتعمليه بالطريقه العاديه التقليديه. لو انت بقى مش هتعمليه بالطريقه العاديه يعني زي ما تحبي بقى، بس جبت اهي تقدري تاخديه وتحطيه في الفليزر بقى وتحفظيه زي ما هو كده، ولا تعملي فيه اي حاجه. يعني انا باخده زي ما هو كده احطه في الفليزر، تقدري برضو تغليه على النار وتحطيه في الفليزر زي ما تحبي اهو كده. بصي كده دي اسهل طريقه للتقطيع بقى. خلاص الميه بتاعتي غلت وكمان معايا الايه بقى القلقاس. القلقاس استوى، القلقاس هاخده اديله سلقه كده على النار. زهايمر يا جماعه ما تاخذونيش، هسيبه بقى كده على النار ياخد ويدي معايا شويه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. بقى عندي الخضره كده، عندي السلقه، انا خدت الورق بتاعه، وعندي كده ايه الكزبره. باخد الخضره انا بحب اقطعها صغير عشان ما يبقاش فيها خيوط. خدي بالك ان انت لو قطعتيها كبير هتلاقيها مليانه معاكي خيوط، كده كده هتتضرب على هتتضرب في الخلاط مفيش اي مشكله. بس لازم تقطعيها تقطيعه يعني ايه، ما تخليهاش مثلا طويله شويه عشان ما تلاقيش فيها الخيوط بتاعه الخضروات دي، عشان احنا واحنا صغيرين كده مامتي كانت تاخدها تعملها كلها تقطفها وتروح حطها سلقاها زي ما هي وتروح ضربها في الخلاط، كنا نلاقيها بقى ايه مليانه خيوط خيوط كده. احنا بقى كنا بنفكرها ايه بقى، ما كناش بنفكرها خيوط، انتوا اكيد عارفين كنا بنفكرها ايه. فكنا كان بيجي لنا سدة نفس من الاكله نفسها بصراحه. بصي بقى كده اهي، ناخدها بقى كده معانا وعلى ايه اهي كده وعلى الحله بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنروح نازلين بيها بالشكل ده اهي، واحط عليها شويه ميه صغيرين، ميه سخنه، واحطها على النار تغلي معانا غلوتين، وبعد كده نضربها في الخلاط. دلوقتي بقى عندي الميه كده مغليه على النار. طبعا انا غسلت شطفت الكارثه اللي انا عملتها، شطفت القلقاس، وبعد ما غسلته كده وشطفته كويس، جبت معايا ميه مغليه وحطيت فيها مكعب من المرق، وهحط فيها كده ايه القلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل عليها على طول رشه من الملح. ناس كتير انا عارفه هيكلموني ويقولوا لي غلط اللي انت عملتيه ده، ما ينفعش كده مش عارفه ايه، هو احنا بنعمله كده؟ انت كده ضيعتي كل الفوائد اللي فيه، انت كده بتاكلي مش عارفه ايه.
ما ينفعش احنا ناكلوه بطريقة تانية بصراحة. احنا متعودين دايما ان احنا ايه بنعملوه بالشكل ده اهو كده. المية اللي انا ضايفاها عليه اصلا كانت مية مغلية، بس يعني ايه هي بردت شوية. خلاص كده تمام، هنخليه يكمل سلق، لان احنا عملناه يدوب نص سلقة. هنخليه يكمل سلق وهناخد الخضرة اللي اتعملت معانا. بسم الله، شايفين بقى الخضرة، هناخدها بقى نضربها معانا في الخلاط كويس جدا، او عند بلندر كده، وبعد ما اخلصها اوريها لكم بقى هعمل ايه. هنزل كده بالسلق بتاعي والخضرة اللي احنا ضربناها كده. بصي بقى اللون والجمال والحلاوة. نعمل بقى كده ايه، اثناء ما هنحطه على النار هنعمل دلوقتي الطشة. انا هعمل الطشة مكان على طول ال هعمل بقى الطشة على طول مكان ايه، مكان المكان اللي سلقت فيه الخضرة. تعالوا بقى كده نحط معانا رشة من الملح. عايزة اقول لكم يا جماعة يعني الشوربة انا مزوداها شوية بس عشان الولاد بيحبوها، احنا بنقعد نشرب الشوربة دي بالمعلقة كده، ما اقولكوش ازاي. بقى كده عندي الحلة على النار، حط فيها شوية كده من السمنة. هقول لكم بقى انا هطشلها بسمنة مش بزيت. عملت هنا بقى ايه التوم فرمته، وحطيت معايا شوية كزبرة، كزبره خضراء مش كزبره ناشفه. عايزه اقول لكم بقى الوصفه دي بتكون رهيبه بمعنى الكلمه. اهي كده هي دي طلعت من غير كزبره كلمه. نجيب بقى شويه كزبره ناشفه. هاخد بقى معايا شويه كده صغيرين جدا من الكزبره الناشفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى الكلام ده، وبمجرد بس ما هتاخد وتدي معايا كده هروح قلب عليها بقى، قلبها على القلقاس بتاعي. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده هاخد معايا الكلام ده كله، وهنزل بقى كده هنا بشويه بسم الله، ياخد بقى الريحه والطعم كله، وبعد كده نرجعها تاني معانا في الحله. بقى زي ما انت شايفه كده بقيت عملتها معايا وبقيت بالشكل ده كده. بتمنى الفيديو يعجبكم بقى وتجربوه. لايك وشير بقى كده الفيديو على السريع، سبسكرايب للقناه، وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. طريقه سهله وبسيطه وسريعه، عارفه ان ناس كتير هيكتبوا لي عشان صفيته، بس احنا على طول بنعمله كده ما بنعرفش ناكله وهو فيه الماده الجيلاتينيه دي. وحتى لو انت ما غسلتيهوش وما عملتيش فيه اي حاجه، ما وصلتلهوش ميه اثناء الغليان، بتلاقيه بيطلع برده معاكي، وما يعني بتلاقي الماده الجيلاتينيه دي ظهرت برده معاكي، ومش بينفع انك تعمليه باي طريقه تانية. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.